السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم التقضيه ديال شهر رمضان، الله يدخلوا لينا بالصحيحه والسلامه. واخا جيت معطله شويه ولكن ماشي مشكل، كاين اللي باقي ما تقضى. بالنسبه لهاد التقضيه انا ما خديتهاش من الهري، خديتها من اتقضى ودير فيها تخفيض في المواد الغذائيه. في هذا الفيديو شاركت معكم المكونات اللي كنحتاجو لسلو، المنتوجات اللي كنحتاجو لشهر رمضان مع الاتبيله ديالهم. وكنبداو ان شاء الله بالقوام ديال السلو هو الاول. بالنسبه لهذا كيلو ونص ديال الزنجلان البلدي، الثمن ديالو ب 60 درهم 12% للكيلو، وكاين الرومي داير ب 750، كاين اللي كيبيعو ب 800. المهم باش تعرفوه بلدي كيكون هكا الزرع ديالو رايمي الحموره، اما الرومي كيكون مبيض بزاف. صراحه كيجي سلو بهذا البلدي كيجي مزيون، انا كيعجبني هذا. وكل واحد على حسب المستطاع ديالو شنو بغى ياخذ. وكندوزو الكاوكاو، انا خديت كيلو ديال هاد البلدي هاد الاحمر، ها كيكون صغيور، الثمن ديالو 35 درهم. وخديت كيلو ديال هاد الكاوكاو الرومي، كيجي حتى هو مزيون في السلو، خصوصا ملي كيتقشر ويتقلى في الزيت كيجي كيعطي مذاق رائع للسلو. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك للقناة باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. كندوزو للنافع، وكندوزو للنافع. بالنسبه خديت انا النافع البلدي تقريبا 10 دراهم، باش تعرفوه بلدي او رومي كيكون اللون ديالو بحال هكا ماشي خضر بزاف. وخديت 10 دراهم ديال حبه حلاوه، وخديت نص كيلو ديال اللوز. بالنسبه لهاد اللوز داير 70 درهم الكيلو، خديت غير نص حتى هو مزيون وكيعطي البنه زوينه في سلو وصحي. وخديت 10 دراهم ديال زريعه الكتان، هي صحيه كتجي في سلو. وخديت 10 دراهم ديال انيلي او الحرف. بالنسبه لهاد الزرار انت واختيار ديالك الا بغيتي ما ديريهمش. وخديت 10 دراهم ديال الشوفان حتى هو نديرو في سلو. وخديت قرعة ديال العسل الحرة. بالنسبة للعسل كنفضل انا هذا، تيعجبني المذاق ديالها مزيون رائع. وكاينه حتى هذه حتى هي ديال العسل، الثمن ديالهم 100 درهم الوحدة، فيهم تقريبا 450 غرام. هذه فيها 500 غرام. وخديت نص كيلو ديال سكر كلاصي حتى هو لسلو. وخديت هاد البواطا ديال الزبده ديال المارغرين، كتحتاج حتى هي في رمضان الشهيوات. وخديت هاد ريطه ديال ايديال هي بالنسبة للحلويات في رمضان ولا معسلات. وخديت هاد الباكية ديال الشكلاط حتى هي كتحتاج، خديتها ب20 درهم.
فيها الشكلاط الاسود، وخديت هاد الشرائح ديال الفرماج فيها تقريبا 24 شريحه. صراحه انا كتعجبني هذه المذاق ديالها مزيون، الثمن ديالها 20 درهم. وخديت حتى العطريه منها شويه شويه شويه، وبلاطو ديال البيض تقريبا ب 47 درهم. البيض مازال غالي. وخديت شويه ديال التمر، هاد الكميات ماشي بالضروره الشهر كامل، ولكن خديت غير شويه منه. ملي غيتقاضى غادي نولي نشري واحد اخر. هذا الثمن ديالو 25 درهم، خديت منه كيلو. وخديت هاد الساشيه حتى هي ديال التيد، حتى هو كيتحتاج في رمضان. وخديت هاد البواطه ديال ايديال خمارة الحلويات، فيها تقريبا 10 ديال الساشيات من وزن 8 غرام، خديتها ب4 دراهم. وخديت هاد السائل ديال الغسيل للماعن ديال اوني، فيه تقريبا يطرو 25 غرام، خديتها ب15 درهم. وخديت هاد القرعه ديال الكيتشوب ب6 دراهم. وخديت هاد البواطه ديال المايونيز، حتى هي كتحتاج بزاف للشلايض وبزاف ديال الشهيوات، تقريبا فيها 330 غرام، خديتها ب11 درهم. وخديت هاد التتبيله ديال بنكهه الحامض، بالنسبه حتى هي كتصلح للسلطات وكتطلع بها المايونيز رائعه، صراحه مزيونه، ما تحتاجيش الخل ديريه في الشلاضه. وخديت هاد القطعه ديال الفرماج الاحمر من الوزن ديال 90 غرام، خديتها ب 9 دراهم. ما خديتش كميه كبيره لان كنبغي الاجبان طريين، ما كنبغيش نديرهم في مجمد، ملي كتقادى كنولي نزيد. وخديت هاد الموتزاريلا فهاد النوعيه، هادي الصراحه مزيونه حتى هي وكتعلك، فيها تقريبا 250 غرام، 17 درهم خديتها. وخديت هاد الصوص ديال الصوجا، حتى هي كتعطي النكهات الشهيوات، فيها تقريبا 150 ميل، خديتها ب 11 درهم. وخديت هاد البواطه ديال الموطاط تقريبا ب 6 دراهم، صغيره ما كبيراش. كما قلت لكم هاد النوع من هاد الصلصات والاجبان كنبغي ناخذ غير حد تقدم، ما كنبغيش الكميه كثيره، ملي كتقادى كنولي نزيد. وخديت نص كيلو ديال الشعريه ونص كيلو ديال المحمصه. وخديت هاد البواطه هادي ديال الفطر الشوبينيون، فيها تقريبا 130 غرام. هادي خديتها ب 8 دراهم الوحده، خديت جوج. وخديت هاد الموتزاريلا هادي بالزيتون، خديتها ب 7 دراهم. وخديت كيلو ديال هاد قطع ديال السكر ب 7 دراهم. وخديت هاد الساشيه ديال الشعريه الصينيه ديال الرز، حتى هي كتحتاج تعمري بها البريوات ولا هذيك الخبيزات. وخديت هاد ثلاثه ديال البواطات ديال الطون بالصلصه ديال الطماطم، فيها ثلاثه ب 20 درهم. وخديت هادي ديال السردين، بطاطا ديال السردين بالزيت الحار ب 4 دراهم.
وخديت حتى هاد الصابون السائل ديال اليدين، حتى هو عجبني وخديته، وخديت حتى هاد البواطة ديال الفرماج، فيها ثلاثة ديال البواطات، كل بواطة فيها 24 قطعة. كما كتعرفوا ضروري في رمضان كيخصك البصارة، ضروري ما نسيتش الجلبانة والفول، خديت نص كيلو.